هي شغله تربط بشغله، المي يربط الكهرباء. مي ماكو، حلالنا انتهى، قاعنا انتهت، واحنا عيشتنا على الله وعلى القاع، يعني ما عندنا مصدر. لا تقول راتب. خلينا نعوف الزراعه، نعوف الثروه الحيوانيه، شلون عايشين؟ يوم يعني قوت يومكم، غداكم، عشاكم. نطلع عماله يوم اكو 10 ايام ماكو. وطبعا مو بس احنا، الشعب العراقي بصوره عامه، المجتمع الفلاحي بالضبط. شنو ذنب هذا الحلال؟ مات، انتهى خلاص، ماكو زرع، انتهى. العتوب مي نسبح، نسبح الله هو الاحد، نسبح مالح، منين نحفر بير؟ بير هذا الموتور قدامك. ايه الكهرباء، كهرباء ماكو، يعني وين نروح عنا الله؟ يعني قد تجيكم الوطنيه؟ ساعتين بساعتين. مولدات عندكم؟ والله مولدات عندنا بس غاز لو غاز. ايه وغاز هسه هم شحه، وجيب الغاز ورد الغاز وما تلحق. زين احنا لما نصير نجيب غاز، نركض على المي، نركض على الكهرباء، نركض على اليمن، يعني شو نصير احنا؟ انت رايك مصيبه هاي، يعني مشكله، مشكله. تعرف شنو مشكله؟ وما حد يفكر بيك. ليش يعني؟ ليش ما حد يفكر بيك؟ مناطقكم صعدت نواب هوايه، مناطقكم فيها مسؤولين هوايه، مزارع هوايه اليوم موجوده هنا. نعم تابع على مسؤولين. نعم صعدت عندنا نواب، صعدت هواي خير من الله. يجون يزوروكم؟ اجا سلام عليكم، السلام، تعيينات تردون عينكم، مي اجيب لكم، كهرباء اوفر لكم، تبليط اجيب لكم. بس صعد قاعد ورا الكرسي، لا بعل ولا مسحاته، في مال لا كل شيء ماكو. يابا ندق علي عمي معود، الله بالخير، ما شيء ماكو ابد. يلزم الكرسي ينسى ربعه، الله وكيله.